ما أجمل عمل يسوع المسيح على الصليب. هذا المكان المحبب على قلب المسيح جبل الزيتون وأورشليم. أحبائي، المسيح صنع فداء عظيم جدا. من أجل هذا نتعاطف مع يسوع المصلوب، بل الصليب هو أصبح العلاج للخطية، للذات، للشهوات، للعالم أيضا. مكتوب في غلاطية 22: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ثم أحبائي، في غلاطية 6:14 مكتوب: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فإذن صلب المسيح فعلا عالج مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم. عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. أحبائي، من أجل هذا الصليب عالج مشكلة الخطية، مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم. من أجل هذا أصبحنا نفتخر بالصليب. وفي الختام خليني أسرد بشكل سريع عن بركات الصليب. البركة الأولى الغفران، ثم بركة التبرير، بركة التجديد، بركة المصالحة، بركة التقديس، بركة الحياة الأبدية، بركة المكافآت الأبدية في السماء، بركة التمتع بمحضر الله، بركة الشفاء الإلهي. وأختم بآية قالها الرسول بولس: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا بصلي من كل قلبي تختبر قوة الصليب وتختبر قوة الحياة الأبدية من خلال قيامة ربنا يسوع المسيح. والرب يباركك.